السلام عليكم ورحمة الله. في تاريخ الأمم لحظات خالدة وفاصلة، ومنها تلك اللحظة حيث التقى الجمعان في ساحة المعركة، جيش الإيمان بقيادة طالوت وجيش الكفر بقيادة جالوت، ولجأ المؤمنون إلى الله بالدعاء والرجاء والتوسل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وخرج جالوت الجبار والطاغية، وكان من أشد الناس وأقواهم، وكان يهزم الجيوش وحده، وكان لا يقدر أحد عليه. خرج يقول: هل من مبارز؟ لم يتقدم أحد. فقال طالوت: من يخرج لمبارزة جالوت ويقتله أزوجه ابنتي وأعطيه نصف ملكي. فخرج من وسط الصفوف فتى صغيرا كان راعيا للغنم، دون درع ودون سلاح، وكان لا يحمل إلا مقلاع. كان شجاعا ومقداما، لا يهاب الموت في سبيل الله، وكان من أرمى الناس بالمقلاع. كان داوود عليه السلام. تعجب جالوت من جرأته وقال ساخرا: أنت تقتلني بالمقلاع؟ فأجاب داوود: نعم أقتلك بإذن الله. ثم أخذ داود حجارة من جرابه ووضعها في المقلاع، ثم قال: بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم ألقى الحجارة فأصابت جالوت بين عينيه فقتلته بإذن الله، وكان هذا هو مفتاح النصر، فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. واستجاب الله لدعاء طالوت والذين آمنوا، ونصرهم على جالوت وجنوده، وغلبوهم وقهروهم وكسروهم وطردوهم من البلاد. وقتل داود عليه السلام جالوت قائد العماليق، وقتل جالوت كان مفتاح النصر والغلبة للمؤمنين. وكان داود من سبط يهوذا ابن يعقوب من سبط الملوك، وأعطاه ومن الله عليه بالملك الذي كان بيد طالوت والنبوة بعد شمويل، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله من بني إسرائيل، ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا داود عليه السلام. وعلمه الله مما يشاء من العلوم الدينية والدنيوية وعلوم الشريعة وعلوم السياسة وتسيير الملك، وعلمه لغة الطيور وكلام الدواب وصناعة الآلات الحربية وغيرها الكثير من العلوم. فالإنسان لا يستغني عن التعلم سواء كان نبيا أو غير نبي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق لفسدت الأرض وعمها الخراب. وفي هذا أمر للأخيار في كل زمان ومكان بالوقوف في وجوه الأشرار الذين يسعون للفساد والطغيان في الأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد، ولكن الله ذو فضل وإنعام كبير على العالمين وعلى الناس جميعا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت
وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآن دعونا نتأمل في بعض فوائد الآية الكريمة. إذا أحسن المؤمن الظن بالله ولجأ إليه فإن الله ناصره. ما قد تراه مستحيلا فهو ممكن بإذن الله. المعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى. المدافع بين الناس سنة كونية، ولولاها لعم الشر والفساد. جزاكم الله خيرا.